عاصرت رضا عبد العال؟ اه طبعا. ايه رايك في رضا بعد ما يعني اما بقى وجه اعلامي؟ على فكره رضا كان بادئ الطريق برضه كان بعيد خالص وبيضرب درجه تانيه واولى وثالثه وفاهم قصدي يعني كده، وبعد كده ثم فجاه دخل اعلامه عن طريق على فكره. فانت ايه رايك في معاشرته بقى في الكوره؟ هو كان جاي لكم من الزمالك، ايه رايك فيه كلاعب ومعاشرته، وايه رايك فيه كاعلامي دلوقتي؟ هو الكابتن رضا لما جانا كانت اكبر صفقه على مستوى تاريخ الكره المصريه، 600 وحاجه الف في ساعتها بقى في الوقت ده. كانت اكبر صفقه في تاريخ الكره. رضا مهاري حاجه كبيره جدا، حتى في القفشات، في ان هو مرح، في حاجات لا لا دي حاجه تانية خالص. كابتن رضا يمكن اقول لك كان الفاكهه بتاعت الفرقه. كان اللعيبه كلها بتحبه طبعا في النادي الاهلي. طبعا هو كان جاي لعيب كبير وبرده ظل لعيب كبير، بس هو طبعا كان جاي النادي الاهلي، النادي الاهلي كان مليان بنجوم. صحيح. فطبعا لما يجي لعيب من الزمالك ونجم كبير ويجي النادي الاهلي وفي نجوم كتيره جدا، فكنت بتلاقي المناوشات وتلاقي كان فعلا كان في زي ما كنت اسمع كده ان هو كان في يعني خلاف ما بينه وما بين التوأم. هو على طول في خلاف بينه وبين التوأم، مش فعلا صح؟ بس بتهريجه بالشديه اللي هي ايه تخليك تضحك. هو كان على طول بيحب يهرج معاهم، يحب يخوفهم. يعني اللي هذكر ان احنا كنا مره في النادي كان معمول لنا الساونا والمقطس. الكابتن رضا ما اقولكش ان هو يعني جاب تعبان ورماه في المقطس وحسام ابراهيم. لا ما تقصرش. والله العظيم تعبان حقيقي بجد. تعبان حقيقي ورماه في المقطس، والتعبان بقى في المقطس في الميه. يا نهار اسود. اعتقد ابراهيم اتعور في دماغه من ساعتها، ان هو كانوا خايفين، هم بيخافوا جدا من الحاجات دي. هم بس وحوش في الملعب. فرضا لا هو رضا كان في المقالب مع حسام ابراهيم بالذات حاجه تانية خالص. طب اسالك سؤال بقى وبدون يعني ما تتكسف، مين احرف، رضا عبد العال ولا محمد عبد الجليل؟ رضا عبد العال ولا محمد عبد الجليل؟ لا رضا طبعا. رضا لعيب رضا لعيب مهاري، وعبد الجليل برضه في الوقت دون عبد الجليل مبطل واخد احسن لعيب في مصر. في السنه اللي هو بطل فيها كان واخد احسن لعيب في مصر، بس ده حاجه وده حاجه تانية خالص.